نرحم به نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا موضوع، أنا الموضوع ده كان لازم إن أنا أجيلكوا وأحكيلكوا عنه لأنه استوقفني فعلا من كتر الإنسانية اللي فيه والروح الحلوة اللي فيه. الموضوع باختصار إن أنا لما كنت في التلفزيون بصور حلقة لبرنامج فابريكا على قناة النايل فاميلي، طبعا زوجي كان معايا وكان صايم، فطبعا احنا نزلنا من التلفزيون وهو قال ان ايه قال يعني نروح في مكان عشان نفطر يعني. المهم مش ركبنا ومشينا من يعني من بعد التلفزيون كده واحنا داخلين على شبرا، ففي لقينا محل بيعمل كبدة وسندوتشات كبدة وحاجات من ديت. المهم طب احنا نزلنا علشان هناخد سندوتشات، فالمهم دخلنا المحل، ترابيزات نظيفة، هو محل مش كبير قوي وبعدين وكمان مش وحش قوي يعني، هو يعتبر وسط. المهم ان هو يسد جوعنا وخلاص، احنا كنا ايه هو صايم وانا كنت هاكل معاه. والمهم دخلنا المحل، بعد كده احنا قعدنا في المكان اللي هما بيظبطوا فيه الكوبري اللي قريب من الهابيلاند، بيعملوا كوبري جديد. وطبعا المكان ده مليان عمال، عمال نظافة ومهندسين وعمال من اللي هما بيشيلوا الطوب والاسمنت والحاجات دي. فاحنا قاعدين وبناكل، طبعا المحل فيه ترابيزات وحاجات من دي شيك يعني، لقينا واحد داخل اللي هو واحد عامل يعني من العمال وطلب سندوتش كبده تقريبا حاجه زي كده. المهم احنا لقينا العامل اللي هو في قلب المحل قال له طب انتظر شويه لما اخلص بس الزباين وهحط لك، اقعد بس على جنب هنا، وعايز يقعده في مكان قدام المحل كده على السلم بتاع المحل كده ومن الجنب كمان. فصاحب المحل شافه وبعدين لقيته راح قايم جنب، انا لاحظت الموقف، وبعدين لولا ان في خصوصية للانسان ده او يعني ما كنتش عايز ان انا اصور المناظر ديت او السلبيات دي، ما كنت هصورها، بس لا انا قلت احكيها لكم كده يعني عشان ما اجرحش حد. المهم صاحب المحل راح قايم وقام قال له انت ازاي تقعده على السلم ده مفروض يقعد على احسن كرسي على احسن ترابيزه احسن من اي زباين بتجن، هاته نداله. واما قعده على ترابيزه جنبنا، وانا كل ده ومراقبه الموقف. وبعدين جاب له اطباق من احسن اطباق للزباين اللي هم اللي بيقولوا النظيفه بياكلوا فيها، والراجل نفسه صاحب المحل خدم عليه ووكل الراجل. وبعدين جه يدفع، الراجل صاحب المحل حلف ما يدفع، قال له لا انت ده انت عامل وشقيان وبتعمل لينا عشان فيما بعد ولاولادنا، وبتشتغل وبتعمل في الكباري ديت، صحيح انت بتاخد اجر وكل حاجه لكن يكفيني شرف ان انا اكلك واشربك. المهم الراجل طبعا شكره ومشى وبقى مبسوط جدا جدا. بعدها ما يكملش 5 دقايق ما كناش احنا لسه مشينا، بصينا لقينا جميع العمال اللي كانوا على الكوبري بيوضبوا فيه والمهندسين جايين من المحل، وقاموا طالبين كلهم اكل اكل. والراجل يعني ما اقولكوش مدى ما شاء الله الفلوس اللي جات له من الطلبات اللي طلبها العمال والمهندسين دول. فانا استغربت وقلت حكمتك يا رب، حكمتك انت ورضاه وجبر بخاطره، وفي نفس الوقت يعني ما كملناش 5 دقايق لسه احنا ما كناش قمنا كمان. ربنا رضاه وجبر بخاطره اكتر ما هو عمل، والحسنه مش بعشره امثالها ده بألف مثل زيها. فانا بقول الرأفه والرحمه من عند ربنا مش من عند حد، والرزق من عند ربنا مش من عند حد، وبستوصيكم خير بالضعفاء والفقراء فإنهم عند الله خيرا من أحسن الأغنياء وأحسن اللي هم الأقوياء يعني. بس ده فيديو النهاردة ويعني حاجة بسيطة كده، يا رب ينال إعجابكم وتكونوا يعني اتأثرتوا زي ما أنا اتأثرت كده بالقصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.